أهلا بكم من جديد. أذكر بسؤال الحلقة، هل تتقدم أم تتراجع حقوق المرأة في بلدك؟ معي عبر خدمة سكايب إيفرونيا عازر، ناشطة حقوقية مصرية من النمسا. أهلا بك إيفرونيا. يعني للأسف بدي أبدأ معك كما بدأت مع ضيفتي من بغداد عن وضع المعتقلات في السجون المصرية. في تقارير دولية تتحدث عن معاناتهم وأيضا عن الانتهاكات تمارس بحقهن. تفضلي. من قبل الثورة والسيدات والبنات كانوا بيتسجنوا ويتحبسوا كمعارضات وكناشطات، ولحد دلوقتي قانون التظاهر بيستخدم للقضاء على الثورة وبيرمي في السجن أي حد بيعارض النظام. فمثلا في السجن في طالبات من الأزهر وفي من صفوف معارضي الإخوان والنظام الحالي سناء سيف، زي اللي شاركت في معركة الأمعاء الخاوية لمواجهة الظلم بالإضراب عن الطعام رغم جسدها صغير، وأضربت 74 يوم عن الطعام أنهتهم في 9 نوفمبر اللي فات وما زالت في السجن لحد دلوقتي. وفي نفس الوقت برضو أضربت مهنور المصري عن الطعام 84 يوم بعد ما قضت في السجن 4 شهور وخرجت بضغط كبير من المجتمع المحلي والدولي، ولسه عليها حكم سجن في قضية تاني من أيام حكم الإخوان. زي يارا سلام محكوم عليها بسنتين سجن، حصل على درع المدافع عن حقوق الإنسان في شمال أفريقيا في 2013، وهي برضو من ضمن 5 مرشحين نهائيين لجائزة Frontline Defenders Award لمدافعين الخط الأمامي عن حقوق الإنسان. يعني إيفرونيا كل اللي عم تتحدثي عنهن هن كانوا متهمات بأنهم خرقوا قانون منع التظاهر أو انتموا لجماعة يعني بالنسبة للنظام المصري أصبحت محظورة. النظام دلوقتي في مصر بينكل بمعارضيه سواء من الإسلاميين أو من الناس اللي شاركت في الثورة في 25 يناير أو كانوا بذرة الثورة من قبلها. ما فيش فرق دلوقتي، كله في الآخر في السجن، والمساواة الحقيقية في مصر ما بين الرجل والمرأة هي قصاد الرصاص، إن الاثنين بيواجهوا الرصاص والاثنين بيواجهوا السجن والاثنين بيواجهوا الانتهاكات البشعة. طيب ما أنواع الانتهاكات اللي عم تتعرض لها المعتقلات في السجون؟ في سجن القناطر مثلا في معتقلات بعتوا جوابات كتبوا فيها ان هم في تعابين بتنزل من السقف، طبعا لان بسبب سوء الاهتمام وبسبب تردي المباني والاماكن اللي بيناموا فيها وسوء الرعاية الصحية، طبعا بيتكلموا ازاي بيعالجوا اسنانهم بايديهم لانه يعني الوضع صعب، وصديقاتنا اللي كانوا في السجن وخرجوا بيحكوا ازاي كانوا بيناموا على الارض وكانوا عشان مثلا يدخلوا مرتبة عشان يناموا عليها بيحتاجوا تصريح. دي مش بيعتبروها انتهاكات، دي بيعتبروها وضع السجون الطبيعي في مصر، ان وضع السجون في حالة مزرية. ده طبعا الى جانب كشوفات العذرية اللي سمعنا عنها في مارس 2011. صحيح، ما انا بدي اسالك عن هذا الموضوع. تمام، دي انتهاكات يمكن ما بدتش الناس تتكلم عنها غير بعد الثوره، لما بدا يبقى في شجاعه اكتر. للاسف كشوفات العذريه نوع من انواع الممارسه، مثلا لما الناس تروح تدخل زياره في السجن السيدات بتتفتش بطريقه مهينه، بتصل احيانا الى الاهانه والتحرش من السجانات. فدي انتهاكات شبه اصبحت يوميه في زيارات المساجين لاهاليهم. طيب إيفرونيا ابقي معي، سنتابع هذا الحديث وايضا ساسالك عن دور المجتمع المدني ودور المنظمات الدوليه في التصدي لما تعانيه المراه او الفتاه المصريه في السجون. معي عبر الهاتف وصال شعبان. مساء النور يا وصال، اهلا فيكي وصال. يمكن دائما يقال بانه المراه اللبنانيه حاصله على حقوقها، ولكن دائما بنقول انه المراه اللبنانيه حاصله على حقوقها من حيث الشكل، اما من حيث المضمون فهناك الكثير من الثغرات والخلل في قوانين الاحوال الشخصيه. كيف ممكن انه نصف اليوم وضع المراه اللبنانيه بعد نضال سنوات؟ هلا بالنسبه لوضع المراه في لبنان يمكن نسبيا يعني بالنسبه لغير الدول العربيه بضل احسن، لانه شوي بلبنان عندنا انفتاح، بس بضل في
بعض الثغرات مثل ما حضرتك قلت بالقوانين وخاصة قانون الأحوال الشخصية. كل شيء في مشاكل بلبنان من وجهة نظري يعني هي بسبب التركيبة الطائفية والاجتماعية بلبنان. مثل ما بتعرف حضرتك في عنا أكثر من 15 طائفة بلبنان، كل طائفة إلى قانون بخصها. فالنساء أو المرأة بشكل عام بلبنان هي مش بس ما تتعامل بشكل إيكول للرجال، المرأة حتى ما تتعامل بطريقة متساوية مع المرأة غيرها من غير طائفة. فهذا الشيء كثير خلق مشاكل، وخاصة قانون يعني الزواج بس يمكن كان في تقدم يعني بعد جهد جهيد كان بإقرار قانون العنف الأسري اللي أقر ب 2014. طيب ابقي معي يا وصال، معي نداء عليان من عمان. مساء الخير. مساء النور نداء. كمان أنا عم بقرأ بعض إنجازات المرأة الأردنية، لاحظت أنه في كثير جمعيات نسائية أردنية عم تدعو لمراجعة قوانين التمييزية ضد المرأة. بالأردن وضع المرأة خاصة بالمجال السياسي يعني يعتبر وضع متقدم وفي إلى تمثيل نيابي، هل نتحدث هنا عن قوانين خاصة بقانون الأحوال الشخصية؟ هلأ نحن بالأردن عنا هلأ حاليا بمجمع النقابات رئيسة اتحاد المرأة الأردنية تهاني الشخشير عم تحكي بتوسع عن هاي النقطة. نحن بنحتاج للمرأة بالدور السياسي زي ما بنحتاجها بالاجتماعي زي ما بنحتاجها بالأسري. فالحلو في الأردن إنه المرأة في تقدم، لكن الهمجية ما عم تختفي من المجتمع من الشرق الأوسط بشكل عام، وخصوصا في الأردن. يعني عم نلاقي نساء عم توصل لمراكز كتير عالية، عم نلاقي نساء بالكوتة، عم نلاقي نساء بالمناصب العسكرية، عم نلاقي بكل مكان، لكن بالتزامن عم نلاقي نساء عم تنضرب، عم تتعرض لإهانة، عم تتعرض لتشوه، عم نلاقي أولاد عم يتعرضوا لكل هاي الإهانات. فنحن هلأ اللي بنحتاجه إنهم يقدروا المرأة من ناحية إنسانية. أنا مرأة مثلي مثل الزلمة، اللي بحت إلي حقوقي مثل ما إلي واجباتي. نعم. فنحن اللي بنناشد فيه أنا كواحدة من نساء الأردن وإعلامية، إلا إني ما عم بلاقي بلد تدعمني. أنا محتاجة بلد تدعمني تعطيني فرصة، محتاجة من المجتمع اللي حوالي، محتاجة من عائلتي، محتاجة من زوجي. يعني المرأة ما عم بدها توصل لإشي، أعطوني فرصتي عشان أفتيكم. نعم. إني يعني الغريب غريب يا نداء إنه مشاركة المرأة الأردنية حتى بالمجال الاقتصادي وسوق العمل لم تتعدى نسبة 15%، يعني هذه نسبة متدنية ببلد مثل الأردن. نعم ستي، لأنه نحن مش عم نلاقي الدعم، ما عم نلاقي فرصة. أقول لك أنا ما بدي حدا يساعدني. نعم. أنا بس بدي أحط رجلي على أول الطريق ورح أطلع ورح أحقق أكثر من ما بحققه الرجل أو أكثر ما بتحققه نساء أخريات أخذوا الفرصة. فإحنا كل اللي محتاجينه أنه يدعمونا، يعني يعطونا فرصة أن نكون وقتها. نعم. مثبت حالنا مثل ما حالنا بالأسرة. نعم شكرا. نعم. لك نداء عليان، كنت معنا من عمان. عودة إلى وصال. نعم وصال، ما المطلوب اليوم من المرأة اللبنانية؟ مطلوب التحرك. نحن مش بس بدنا ننطر اليوم العالمي للمرأة، بدنا نتحرك على طول. يعني بيعملوا مثل احتجاجات كرمال الحق الجنسية، وعلى فكرة الجنسية عدول بتحججوا بموضوع اللاجئين الفلسطينيين. يعني هذا كان دائما مضبوط، مع انه على فكره قانون الجنسيه عملوه بسنه ال 25، واللاجئين الفلسطينيين اجوا لعنا بسنه ال 1948. يعني ما خصها ببعضها ابدا، هذا حجه ابدا مش وارده. سو المطلوب التحرك على طول. نعم يعني شكرا. اطلع منا خيام هيديك المره، لازم على طول نتحرك كرمال الوضع المراه بلبنان يتحسن. بشكرك يا وصال، للاسف يعني قرب وقت البرنامج على الانتهاء. شكرا جزيلا لك وصال شعبان، كنت معنا من لبنان. اعود الى ايفرونيا.
إيفرون يعني بدي منك بالنسبة للتحركات، تحركات المجتمع المدني والمنظمات الدولية حول حقوق المعتقلات في السجون، ويا ريت كان عندنا وقت أكثر لنتحدث أيضا عن وضع يعني العائلة والأسري. تفضلي. المجتمع المدني في مصر طبعا بيضغط عليه بطريقة كبيرة جدا، لأنه هو برضو معرض طول الوقت للتنكيل دي، لكن هما بيوثقوا الانتهاكات دايما على قد ما يقدروا، بيحاولوا ان هما يقدموا الدعم القانوني، وبيتم عمل حملات للإفراج عن المعتقلين، في حملات عفوية بتطلع من دون يعني تنظيم مادي أو تنظيم دولي أو أي حاجة زي حركة الحرية للجدعان، ودي الحركات دي النشطاء بيحاولوا يعملوها بحيث إن هم يغطوا على صوت الإعلام المتركز في إيد الدولة، سواء بيملكوا القنوات أو سواء مصالح رجال الأعمال اللي برضو بيديروا القنوات، ما بيحدش فيهم بيتكلم عن الانتهاكات اللي بتحصل للمعتقلين. الحملات اللي بتتعمل بتحاول إن هي توصل صوت المعتقلين وأهليهم وتعرف بيهم وبظروفهم وبالانتهاكات اللي هم بيتعرضوا. شكرا جزيلا لك إيفرونيا عازر، الناشطة الحقوقية المصرية، كنت معنا من النمسا عبر خدمة إسكايب. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بورصة الرأي. إلى اللقاء.